السلام عليكم ورحمة الله. إن أعجبكم الفيديو فسجلوا لنا إعجابا واشتراكا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وبارك الله فيكم. أحرار نوفمبر العظيم، لأن الحلقة اليوم فيها جزء، فيها فقرة تتحدث على انقلاب، محاولة انقلاب ضد تشارل دي غول بسبب الجزائر سنة 1961. إذا موضوع حلقتنا هو ما قصة، ما حقيقة، ما حكاية محاولة الانقلاب العسكري التي ستحدث في فرنسا. مصدر ذلك مقال نشر في مجلة فالور أكتويل، ولكبار عسكريين جنرالات متقاعدين طنجوا للمقال. اليسار الفرنسي اتهم بأنهم يسعون لمحاولة انقلاب. إذن الفكرة الأساسية في إطار ما نسميه بعلم الاستغراب، هم يمارسوا علينا علم الاستشراق، يودي فلنثق في أنفسنا سبحان الله ونمارسوا عليهم علم الاستغراب. أنت تدرس فيه وفي تفاصيل القرى والقبائل والعشائر، أنا أدرسك ومؤسساتك وأحزابك وطبقاتك ومخابراتك وجيشك. أيضا داخل علم الاستغراب ما سميته فرنسولوجي، التخصص في فرنسا، عالم فرنسيات ماذا يحدث في فرنسا. أول شيء خلينا قبل ما ندخل مباشرة في الموضوع حكاية الانقلاب في فرنسا، أول شيء ثم فكرة رائجة تروج، وهي طبعا الإعلام الغربي يريد أن يروجها، بعض السذج عندنا في تونس والجزائر ومصر والعراق وسوريا وغيره وغيره، يعتقدوا أن الجيوش في الدول الغربية ومثلا حالة الجيش الفرنسي هو جيش في الثكنات، لا يعمل في السياسة ولا يتدخل في السياسة ويقبل بأي كان يتم انتخابه. يا سلام، عاد احنا صرنا في المدينة الفاضلة للفارابي. لا يا سيدي، جنرالات وضباط الجيوش الغربية هم يمينيون متشددون قوميون حتى النخاع، وهم في خدمة الأوليغارشية الحاكمة منذ الثورة الفرنسية في 14 جويليا يوليو 1789 إلى اليوم. الطبقة الرأسمالية قليلة العدد لكن ماسكة البلاد، ماسكة فعلا وتلعب في السياسة، وماسكة من شروطها حكمها أن الجيش متاعها، المخابرات متاعها، الأمن متاعها، ربما بعض الضباط الصغار والجنود يكونوا عندهم ولايات يسارية، لكن الجنرالات والعقداء والكوماندون كلهم من اليمين، من اليمين حتى اليمين العنصري، وهم في خدمة الأوليغارشية الحاكمة. كي تقول لهم انزلوا واطقوا الرصاص على المتظاهرين، يطقوا الرصاص على المتظاهرين. نتكلم فيكم سويسرا ديمقراطية، يقول لك لا، 1200 سنة. عام 1936 الجيش السويسري أطلق النار على المتظاهرين اليساريين والشيوعيين في قلب جنيف. تعرف فرانكو خرج من الثكنات وانقلب على انتخابات وصول الجبهة الشعبية للحكم، لأنها ستقوم بعملية تأميم وإصلاحات جوهرية وتغيير في علاقات الانتاج. خرج الجيش، أدى مهمته لصالح الأوليغارشية الحاكمة، وقمع المنتصرين ديمقراطيا يعني انتخابيا، ووقعت الحرب الأهلية الإسبانية اللي تعرفوها عام 1936، ونتيجتها أكثر من 600 ألف ضحية غير المهاجرين والمفقودين والجرح. نفس الشيء تجربة أليندي مع الجيش الذي انقلب عليه باعتبار أن أليندي بدأ في سياسة اشتراكية يسارية. بعد أمريكا اللاتينية تمكن الضباط من قيادة الجيش مثل إيغو شافيز رحمه الله ورفاقه، فخرجوا الجنرالات وانقلبوا على الجنرالات اليمينيين اللي اشتغلوا عند الأوليغارشية. إذا حتى نفهم، لا توجد ديمقراطيات في الغرب وإنما ثم أوليغارشيات. أوليغارشيات هي حكم الأقلية، خلينا نذكر بسرعة، ديك مناقشية يعني حكم الفرد، أوليغارشي حكم المجموعة الأقلية، ديمقراطية حكم الشعب. ديمقراطية حكم الشعب هذا داخل في إطار المثاليات، مثال أوتوبيا ولم يحدث على أرض الواقع. إذن وبعجالة نذكر ما فعلت الأوليغارشية الأمريكية لترامب، هو آخر مثال موجود. تصوروا ترامب هو رئيس أكبر دولة في العالم، ممنوع من تويتر، من الفيسبوك، من اسمه انستغرام، من اليوتيوب، ممنوع من كل شيء، ممنوع أنه يحكي. لماذا؟ أنت بتسألوا لماذا؟ لأنه الأوليغارشية ماسكة السلطة، قلت هذا السيد ترامب لم يعد يخدم مصالحنا، هذا شبه مجنون، سيقضي على ويضرب ويزعزع الاستقرار
الذي حدث باسم الديمقراطية ظاهرا، لكن ملك أوليغارشية حقيقة إذا نتخلص منه أغلق عليه فجأة كل الأبواب. هذه هي حكم الأوليغارشية لنبات. نفس الشيء في فرنسا، نفس الشيء في فرنسا. الجيش على الأقل قادة الجيش جنرالات وعقداء وليكوموندون مش في الثكنات محايدين ولا يعملون شيء، لا هم احتياط للأوليغارشية. إذا ما حدث الأوليغارشية تقول لهم حرب خارجية يعملوا حرب خارجية، حرب على الشعب الفرنسي يعملوا حرب على الشعب الفرنسي. لو تصوروا مثلا حزب الأكثر حتى من الشيوعي راديكالي نجح في فرنسا ويريد تأميم توتال ويريد تأميم دارسو والشركات العملاقة بتاع السلاح وبتاع النفط وبيجو رينو، يحب يأممها تصير ملك الشعب، يعني تأميم ناسيوناليزاسيون. الجنرالات اللي ظاهريا لا يشتغلون في السياسة سينزلون ويقمعون ويقتلون من النجاح في الانتخابات. وهذه مسألة بديهية، مسألة بديهية. الجيوش ليست في الثكنات ومحايدة ولا تعمل في السياسة، يظهر لكم الجيوش في الغرب هي في خدمة الأوليغارشية وليست في خدمة الشعوب. المهم عفوا، انتقد قطاع من اليسار الفرنسي نهار السبت مقال نشره عسكريون بينهم 20 جنرالا في نشرة أسبوعية محافظة متطرفة فالير أكتويل. يتحدث هذا المقال لنشره 20 جنرال عن تفكك فرنسا، تلت رسالة من زعيم اليمين المتطرف مارين لوبان تدعوه المشاركة في الانتخابات. مجلة فالير أكتويل الأسبوعية يوم الأربعاء نشرت المقال الذي يدعو الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية، ووقع 20 جنرالا و100 ضابط رفيع المستوى واكثر من 1000 عسكري اخر حسب المجله. حتى ماكرون يبدو انتهت ايام الأوليغارشية الحاكمه جاباته اكتشفت انه ضعيف والقمصان الصفر هو كبش فداه، يعني فيزيبل احترق، نستخدم مفهوم الفيزيبل الفرنسي احترق، اذا تلقي به في سله المهملات وتجيب غيره، وهكذا مثل ما عملت ساركوزي جاباته الان او في السجن والمحاكمات. وهو هؤلاء العسكريون يدينون التفكك الذي يضرب الوطن، وطن الجنرالات طبعا، وطن الأوليغارشية، ويتجلى عبر شيء من معاداة العنصرية بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات. هذا كلام اليسار، معتبرين أنه تفكك يؤدي إلى فصل أجزاء عدة من الأمة لتحويلها إلى أراضي خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا. لا هذا كلام الجنرالات نقول في مقالهم يعني في فالور أكتويل. أضاف العسكريون نحن مستعدون لدعم السياسات التي ستأخذ في الاعتبار حماية الأمة. يبدو لا فالور لا ناسيون إلى آخره هم مش حماية الأمة، حماية الأوليغارشية. وبعد يومين نشرت فالور أكتويل تعليقا لمارين لوبان التي قالت أدعوكم إلى الانضمام إلى عملنا المشاركة في المعركة التي بدأت إلى آخره. وأثار المقال تصريحات لوبان السيال العديد من الشخصيات اليسار التي أدانت غياب رد فعل من الحكومة، ودان زعيم حزب فرنسا المتمردة يسار راديكالي جان لوك ميلانشون. هذا عاد طبعا معروف وجيد، لكن لن تسمح للأوليغارشية أنه يقترب من الإليزي ومن السلطة. إعلان العسكريين المثير للدهشة، بينما رأى المرشح الاشتراكي السابق انتخابات الرئاسية في 2017 أن 20 جنرالا يهددون بشكل واضح الجمهورية بانقلاب عسكري. حتى الاشتراكيين دخلوا في لعبة الأوليغارشية، حتى الاشتراكيين دخلوا في لعبة الأوليغارشية. عرفوا أنه تعرفوا اليسار كان قوي جدا في أوروبا، كان ممكن أن تسقط كل هذه الأنظمة. فماذا يفعلون؟ قاموا بشيء من الأوليغارشية الحاكمة، طبعا هي مسيطرة على الجيوش، لكن تقوت اليمين المتطرف مثل هتلر النازية أو موسوليني الفاشية الجيش، والأوليغارشية هم الذين فتحوا لهم الباب للوصول إلى السلطة. الأوليغارشية دعمتهم خوفا من الحمر، يعني خوفا من الشيوعيين الراديكاليين، من التأميم وما يحدث مثل ما يحدث في الاتحاد السوفيتي. فإذا هذا سيناريو يتكرر، الأوليغارشية تخاف فإذا تحرك، عندها كما قلنا مخابرات الجيش الإعلام أيضا 99.9% خاضع للأوليغارشية. لماذا قلت لكم الإعلام خاضع كلية المخابرات الفرنسية والغربية بصفة عامة والمخابرات خاضعة للأوليغارشية؟ فالحرية نظرية وهم في الحقيقة، وعرف فرنسيين يعني عملوا بلوج
وعملوا قنوات يوتيوب وصفحات انترنت وطردوهم طردوهم يعني طردهم الامن والمخابرات الى اخره، وفي الشغل هم وابنائهم محاصرين دائما باعتبارهم يريدون ان يتمردوا على الاوليغارشيه الحاكمه اللي كما قلت ظهرها ديمقراطي. محاوله انقلاب في الجيش الفرنسي ليست الاولى، محاوله جديه هذه لا اعتبرها محاوله انقلاب، اعتبرها نوع من تهديد الماكرون بانه اخذوا اكيد اخذوا الضوء الاخضر من الاوليغارشية، انك يا ماكرون انتهيت تقريبا وستستبدل الاوليغارشية بشخص اخر يتحمس له الشعب او جزء من الشعب الفرنسي وعالميا، نقولوا احنا فيرج شخص جديد كما ماكرون جاء جديدا الى ان يحترق يحترق يجيبوا غيره ما يهمهمش. قلت الاحزاب الاشتراكيه دخلت في لعبه الاوليغارشيات لانها انشقت على الاحزاب الشيوعيه ودخلت في لعبه الاوليغارشيات وتشتغل في الواقع لصالح الاوليغارشيات رغم بعض الاصلاحات الاجتماعيه التي تحصلت عنها عليها مقابل الدوله الرايه الاجتماعيه ذا ويلفير ستيت، الدوله الرايه الاجتماعيه ليتا بروفيدونس الموجوده في فرنسا قويه نسبيه، هذه من نتاج حكم الحزب الاشتراكي، لكن حسب رايي باتفاق مع الاوليغارشيه فهموهم يا اوليغارشيه راكم اذا مش تفقروا الشعب يعني تخلوه في الفقر المتع والمجاعه سيثور عليكم، اذا نعطوه الفتات، نعطوه الفتات وانتم تحافظون على الثروات الضخمه وتمتلكون البلاد والعباد. نذكر مره لوموند خرجت كاريكاتير، والكاريكاتير عاده ما يتمرد شوي، انه ساعتها رئيس الحكومه الاشتراكي قام بتخصيص يعني بيع القطاع العام اكثر من رؤساء الحكومات اليمينيين، يعني اصبح ملك يكثر ملك. المهم هذا مش هذا لا اعتبره محاوله جديه للانقلاب، لكن محاوله جديه خاطر الكثير يحكوا جيش فرنسي ينقلب ينقلب شو مشكل. اكبر محاوله كانت جديه هي عام 1961 ضد تشارل دي غول، نحن طبعا نحتفل الان بالذكرى الستون في 21 ابريل 1961 محاوله الجنرالات الاربعه المتقاعدين الانقلاب العسكري على شارل دي غول يتحركوا في الجزائر، هم ما حبوش ويتحركوا في الجزائر وكان هدفهم هو لالتحام الرئيس الفرنسي شارل دي غول وتشكيل مجلس عسكري معاد للشيوعي. شوف الالتحام شارل دي غول، رغم شارل دي غول يميني يميني مع اقتصاد السوق وراسماليه، لكن الالتحام به وتشكيل مجلس عسكري معاد للشيوعي، هذا قلت لكم العقيده لدى جنرالات الجيوش الغربيه وخاصه الجيش الفرنسي هو معاداة اليسار ومعاداة الشيوعية والاشتراكية الحقيقية إلى آخره، وخدمتهم للأوليغارشية. ما تجيش جنرالات مثلا يساريين أو لا، دائما الجنرالات لابد أن يكونوا يمينيين متطرفين ويعملون لصالح الأوليغارشية. طيب ذكرى 60 هذه للمحاولة، طبعا انقلاب اللغة الفرنسية لبوتش دالجي وكوديتا دالجي المعروف أيضا باسم الانقلابات انقلاب الجنرالات بوتش دي جينيرو، كان انقلابا فاشلا كما قلنا. نظم الانقلاب في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي جنرالات الجيش الفرنسي المتقاعدون موريس شال 55 عام، ادمون جوت مفتش عام في القوات الجويه، زالير رئيس اركان سابق القوات البريه، وراول سالان الى اخره. طبعا الموالين لشارل دوغول افشلوا محاوله الانقلاب، تو 60 سنه مش بعيده في التاريخ يقولوا فرنسا وديمقراطيات وما توقعش فيها انقلابات عسكريه، مش بعيد 60 سنه. لكن كما قلت الاوليغارشيات اللي تحكم في الجيش والمخابرات تشوف الوضع اذا يستحق تدخل مباشر او لا، هي طبعا تتجنب تدخل مباشر، بالنسبه لها استقرار، بالنسبه لها حريه وحريه وحريه العامه وليبرتي وليبرتي ديكسبرسيون طبعا، وكل كلام نظري على الورق فقط لكن على الواقع مش صحيح. تتحكم عمليا في كل وسائل الاعلام الثقيله خاصه المتوسطه، يا دوبك ساعات صحيفه صغيره او كتاب صغير يفلت يعني من هذه الاوليغارشيه هذه، ذلك كل التلفزيونات تشوفوا فيها هذا يخرج هذا لا يخرج هذا اغلق عليه الابواب هذا تجيبوه هذا ما تجيبوش الى اخره في اطار تقييمها للمواطنين. هذه الاوليغارشيه في اذا ما احست بتهديد حقيقي فانها تحرك، اذا مثلا البوليس والجيش والشرطه والمخابرات لم يستطيع ان يردع مثلا السترات الصفراء، شوفوا فرنسا كل يوم في كوفر فو حظر جولان بسبب السترات الصفراء اكثر منه الكوفيد 19، يعني ديما حاله سويسرا اللي عمرنا ما عملنا
حظر الجولان في سويسرا، عمر ما قاع كوفر فور في سويسرا. فرنسا يتجمنا ميدالية 5 6 دقائق في السيارة، لكن فرنسا يوم يومين تعمل حظر الجولان. كان موجه ماكرون، موجه بالذات للسلطات، السلطات الصفراء اللي فتحت كل شيء. السلطات الصفراء وشفنا فيديوهات مع بعضنا كيف الشرطة الفرنسية تعنف المتظاهرين، رسول الله عجوز دماءها تسيل، الاخر في مقعد فيديو، يعني في مقعد، يعني الكرسي متحرك ويضرب فيه بالغاز، والاخر على عكاز ويضربه حتى ينزل على الارض. وحشية الشرطة الهمج، لانهم يشتغلوا لصالح اليجارشية بالنسبة لا ديمقراطية لا حرية تعبير ولا حقوق انسان، انسى كل شيء. يعني والله البارح برك نشوف اليوتيوب عامل ار تي قناة الالمانية الفرنسية، عاملين شريط ريبورتاج على تونس وينتقدوا في الامن التونسي ويتعامل بعنف مع المتظاهرين. هل تتجرأ ار تي او تي في 5 او فرنسا 4 او بي اف ام ان تعمل وثائقيات على همجيه الشرطه الفرنسيه وعدوانيتها وكيف تضرب وتدمدم يعني المتظاهرين السلميين؟ مستحيل. بالنسبه لي ما الديمقراطيه وحريه التعبير، واحنا نسامي ديموكراسي. Ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas une démocratie, vous êtes une oligarchie. Allez, mon coach, une monarchie. Il y a une dictature de l'Ford, une dictature de l'Aqalie. Ou les mouaves à Kulché, الجيش يتدخل والله ويقتل اكثر من ست الفرنك، وقتل 600 الف في اسبانيا، الجيش الفرنسي يقتل 6 مليون في فرنسا. لكن متى؟ حينما تهدد الاوليغارشيه الحاكمه في وجود، لما يقع وعي ثوري وطني يريد ان ينتفض ضد الاوليغارشيه الحاكمه، نزل لها ماك الجنرالات الزعمه زعمه موجودين في الثكنات وهم محايدين، يصبحوا مورطين في دماء الشعب الفرنسي. حدثت امثله كثيره من التاريخ، وعلى راسها مثال فرانكو شعبيه في اسبانيا. وشكرا.